عبر الهاتف مباشرة مثلا ينضم لنا المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأستاذ إياد نصر. سيد إياد، المؤن الغذائية تنفذ من حلب، معاناة النازحين بالمقابل تتفاقم، حتى مستودعات منظمة الإنسانية المحلية كمنظمة شام التي ذكرناها قبل قليل نفذت المساعدات التي كانت بحوزتها، ما الحل الآن؟ الحل يكمن مع أطراف النزاع، المؤسسات الإنسانية والمؤسسات الإغاثية الأممية منها والدولية قد حذرت من هذا الوضع الذي نحن نعيشه اليوم في شرقي حلب مع هؤلاء السوريين شهر يوليو الماضي منذ بداية الوضع في شرقي حلب. الحل الآن مع أطراف النزاع يتوجب على طرفي النزاع وكل من له علاقة بالنزاع السوري وخاصة الأوضاع في حلب أن يقف موقفا جادا من هذه الأزمة التي نعيشها اليوم، وأن يعطي لنا الفرصة لكي ندخل ونقدم العون إلى تلك المنطقة التي لا وصول للمساعدة. طيب، تقول بأن الحل سيد إياد هو مع أطراف النزاع، هل أنتم كمنظمة أممية كمكتب أمم المتحدة للشؤون الإنسانية لديكم اتصالات لمساعدة أهالي حلب إن كان مع أطراف النزاع إن كان مع الجهات الدولية؟ نعم، هناك تواصل مع أطراف النزاع المختلفة وهناك نقاشات يتم على مدار الساعة مع أطراف النزاع المختلفة مطالبين إياهم بضرورة إعطائنا الفرصة ووقف القتال فورا ودون شرط أو شروط مسبقة. وقد كان هناك تواصل لنا مع مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث وضحنا بشكل واضح وبشكل صريح وقوي بأن الوضع الإنساني في حلب اليوم أصبح ليس للإنذار وليس للتحذير من ما قد يحدث، إنه يحدث اليوم إن هذا الوضع هو مسري وهو خير منطقي. يتوجب على أطراف النزاع أن تلتزم اليوم بالقانون الدولي والتزاماتها الأخلاقية والقانونية. المجتمع الدولي يتوجب عليه أن يأخذ إجراءات عملية ويتوقف عن كافة المناشدات السياسية والدبلوماسية. يجب أن يكون هناك موقفا عمليا لإعطائنا الفرصة كمؤسسات إغاثية بالوصول وإغاثة هؤلاء الأشخاص في داخل شرقي حلب. يعني أنتم لتحريك أي قوافل المساعدات يجب أن تتوفر لديكم ضمانات معينة، لكن هل من وسيلة سيد إياد يمكنكم ربما عن طريقها تزويد المنظمات الإنسانية المحلية ببعض المساعدات وهي تتولى مهمة التوزيع؟ كافة الطرق إلى شرقي حلب مغلقة، كافة الطرق والمواصلات إلى شرقي حلب لا يسمح لنا باستخدامها. نحن جاهزون للعمل عبر الحدود، جاهزون للعمل عبر خطوط التماس، جاهزون للدخول في أي لحظة تعطى لنا الإشارة والضمانات من قبل أطراف النزاع بأن الطواقم الإنسانية والمدنيين لن يتعرضوا للاعتداء بأي شكل مباشر أو غير مباشر. الطواقم الإنسانية والمساعدات هي على مرمى حجر من شرقي حلب، نريد الوصول إلى هناك، نريد إخلاء المصابين والجرحى، نريد ضمانات بأن يعتدى على هؤلاء الأشخاص. يوم الاثنين كان هناك استهداف لمشافي ولعيادات الطبية بشكل مباشر وغير مباشر، كان هناك قتلى بين صفوف العاملين الإنسانيين في سوريا وفي كافة المناطق. هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، هذا الوضع هو غير مسبوق، هذا التصعيد لم نشهد له تصعيدا في سوريا. يتوجب ان تكون هناك مواقف جاده لوقف هذا السلوك غير المقبول. طيب استاذ اياد، في مثل هذه الحاله، في مثل ما يجري الان في حلب وعدم توفر اي ضمانات لكم كجهه امميه لمساعده الناس، هل من خطط يعني يتم وضعها، يعني هل من ربما تحركات طارئه او استثناءات اذا صح التعبير؟ لا يوجد لدينا اي امكانيه للدخول دون ان تسمح لنا اطراف النزاع. هذه القوى التي تتحكم باطلاق النار على مدار الساعه ليس لنا السيطره عليها مع كل اسف كمؤسسات انسانيه. لذلك نحن لجانا الى مجلس الامن والجمعيه العموميه للامم المتحده والتي لها القوه ولها القدره والتي اتوجب عليها ان تتحرك الان وليس غدا من اجل وضع حد لهذا السلوك. الخطط البديله التي يمكن ان نضعها هي خطط تعتمد على امكانيه الوصول وإمكانية الدخول إلى هذه المناطق لمد يد العون للمحتاجين، غير ذلك فهو ملزم للمجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك إياد نصر، المتحدث الإقليمي باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من صنعاء.